السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا، نلتقيكم في ليلة جديدة من ليالي رمضان وحلقاتنا الخاصة التي قدمناها ونقدمها لكم في هذا الشهر الكريم، لنصلي فيها معا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشنف آذاننا بعذب النشيد، ونروح عن أنفسنا كما وصانا وأمرنا حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومعنا اليوم كما كان معنا في الأسابيع الماضية قامة من قامات النشيد، وواحد من الأسماء اللامعة التي لمعت في سماء النشيد السوري والحلبي تحديدا، الأستاذ عبد الناصر الحلاق. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الناصر. حياكم الله. أهلا أستاذ عبد. أهلا بكم وبفرقتكم جميع الشباب الطيبين. حياكم الله، كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بألف خير إن شاء الله. آمين آمين يا رب. الله يكرمكم إن شاء الله، شهر مبارك علينا وعليكم، وتقبل الله الطاعات. اللهم آمين، بارك الله بكم. الله يسعدكم يا أستاذنا. طبعا نحن دائما عندما نجلس في حضرة أهل حلب يعني نسمع أكثر مما نتكلم، لأنه ما لنا كلام يعني أمام هذه المدرسة الجميلة والعريقة والغنية بكل أنواع الطرب والفن والموشحات والجمال. الله يسعدكم، هذا لطفكم والله. الله يبارك فيكم أستاذنا. فنحن قبل ما نبدأ في الحوار خلينا هيك نسمع وصلة من حضراتكم، الله يكرمكم، وبعد إن شاء الله ندردش مع بعض حتى يعني نسمع أكثر. معكم وصلة من مقام حجاز كار يعني من ألحاني، بتحكي عن رمضان: يوم قدومك نور الأكوان. ما شاء الله، الله يفتح عليكم يا أستاذ. يوم قدومك نور الأكوان يا رسول الرحم والإحسان، يوم قدومك نور الأكوان Bye.
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله عنكم يا الله يحفظكم، دائما تحركون الأشواق للحبيب المصطفى، موشحاتكم يعني تجمع ما بين الحب وما بين الطرب وما بين النغم وما بين الفن، هذا الخليط العجيب لا نراه إلا عند أهل حلب. الله يحفظكم يا رب. سبحان الله، يعني كل يعني المحافظات في سوريا تحب الفن، يعني كأنها فطرت على هذا الموضوع، ولكن خاصة في حلب يعني تجد ألوان مختلفة. صحيح. يعني ألوان الموشحات والطقطي وروح يعني بهجة الفن موجودة دائما في الألحان الحلبية حقيقة. صحيح، حتى يعني بشكل عام مناسباتكم في حلب فيها بهجة، فيها رقص مختلف، يعني عن كأني في يعني مهيئ لكل مناسبة إلى ترتيباته، بس يغلب دائما طابع يعني الحركة والفرفشة دائما على أهل حلب بالموضوع الفني. صحيح. ما شاء الله عنكم. الله. طب أستاذ عبد الناصر، حكي لنا شوي عنك أجواء رمضان في حلب تحديدا. يعني سبحان الله كل مدينة وكل بلد له أجواء الخاصة، له عاداته، له تقاليده، له فنونه في رمضان. فأنتم في حلب كيف يعني كنتوا عاداتكم هيك عندما كنا نسأل الله أن تعود الأيام الخوالي يا رب. حقيقة أنا قضيت يعني يمكن خلال حياتي 15 رمضان خارج حلب. نعم. ولكن اللي عشتم في حلب لهم ذكريات وطابع خاص. أكيد. من الصغر يعني كنا يعني نستنى بهجة رمضان، لما يجي رمضان له فرحة خاصة. سبحان الله. بداية من السحور وموضوع المسحر، لما نستنى على الباب المسحر ساعة 2-3 بليل يجي ويدق بطبلته ويعد العديات والشديات تبع المسحر، هي إلا كان بهجة خاصة. حتى المسحراتية تبعكم فنانين. نعم. بالإيقاع لهم ترتيبات وكلماتهم. طبعا بنهار موضوع الصوم ولذة العبادة فيه، فرحة الفطور وتهيئ الطعام في البيت، بتلاقي يعني ست البيت مشغولة في أكثر من موضوع طبخة وإعداد الشرابات والتمر والتين. نعم. هالترتيب هذا جو لحاله له بهجة. سبحان الله. بعد الفطور طبعا موضوع يعني الصلاة والذهاب إلى صلاة التراويح كمان هذا ترتيبة خاصة. هلا كان في بالعادة أغلب العائلات في حلب لهم يوم محدد، مثلا نقول يوم خميس عائلة فلان لهم سهرة، خلصوا التراويح بيجتمعوا الأخوة والخوات وأولادهم والناني والجد، بقى بيبدوا يعني ممكن يتناولوا الأحاديث أول عن رمضان والأسعار وترتيبات الأكل وإيش عم تطبخوا وإيش عم تسووا، بعدين راح ينتقل لموضوع فني. أكيد هذا بحلب دائما كل عائلة إلا ترتيب هيك يعني إلا في الأسبوع يعني. فبيبدوا أما من خلال الأغاني الأناشيد الترتيبات، يعني هذا لابد من ساعة ساعة ونص يعدوا فيها فنية. سبحان الله. بكل يعني بمعظم العائلات، أغلب العائلات حلبية عندهم هالترتيب. سبحان الله. طيب يا سيدي معناتها سمعونا. إيه تحت الأمر. سمعونا شيء مما كنتوا تغنوا وتنشدوا في هذه السنوات. في عمل ألحاني هو شو استنينا تطل علينا بالفرحة رمضان. يا عيني. مقام الرصد. يا عيني. La 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 بالفرحة رمضان خلي النور
بشر بالعيد في أحلى مواعيد يا فرحة أيامنا يا نور الأفراح بقلوبنا ترتاح وتحلي ليلة تلون سيعود لنا لأن الحبيب
بكاسنا شربة سقنا بكاسنا شربة سقانا بكاس لنا شربة سقانا بكاس لنا شربة ولاح من الكاس نورا يضي مولاي ولاح من الكاس نورا يضي ويا ليلة الألف عود الحبيب علينا راضي وبتنا على العهد نرعى الوداد وبتنا على العهد نرعى الوداد وعيش المحبين لا ينقضي مولاي وعيش المحبين لا ينقضي ليت الدهر لا ينقضي وهذه الليلة الجميلة لا تنقضي وجودكم ونظل عم نسمع الحداء الجميل بسم الله حالكم يا سيدي الله يحفظكم. سؤال دائما يراودني، هل في مقامات موسيقية محددة تلبق لرمضان ولا لا؟ يعني أي شيء بنشتغله أو والله في شيء معين هيك بيعطيني أجواء رمضان؟ هلا بشكل عام يعني رمضان فيه عدة حالات، نعم. هو كشهر كامل فيه مرحلة الاستقبال، نعم. فعادة استقبال رمضان بيكون بمقام مفرح، نعم. يعني الأناشيد اللي بتكون على رمضان فيها فرح فيها بهجة، نعم ابتهاج. هلا لما بنوصل لآخر رمضان بتلاقي وداع رمضان، بتشعر فيه في حزن في مقام الحجاز، يا رفاقي ودعوا شهر الصيام، إذا هي سمعنا جنبك أكيد هيك يعني، فبتحس إنه فيها أسى فيها لوعة فيها، بتحس إنه بدي الحزن على فراق رمضان، فأكيد توظيف المقام في اللحن له دور كبير، نعم. برمضان متعدد يعني سبحان الله. أيضا يعني ما درجت عليه العادة في الكثير من مساجد سوريا وأعتقد عدد من البلدان موضوع التواشيح اللي بتكون قبل أذان الفجر، يعني بيكون أحيانا في بعض الترنيمات والتوشيحات والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أحيانا يكون في الإذاعة، أحيانا يكون على مآذن المساجد، فكمان أعتقد من هذا يعني من هذه المقامات اللي بنشتغلها أو بتشتغلوها عادة بهذه الأوقات يمكن لترقق القلوب، خصوصا أن وقت السحر هذا وقت في خشوع وفي استجابة الدعاء. أنا في حلب كنت أسمع وأنا صغير في مسجد أو جامع قرلق مشهور يعني، نعم. كان في مؤذن مصطفى حريري، هو ابن المرحوم الشهير صبحي الحريري الوشحاتي المعروف، نعم. يعني كان له اسمه التجويء الأول، هذا بسموه التجويء الأول، هو اللي هو إعلام للناس أنه يقوموا يسحروا، نعم. فكان صوت مميز وله أسلوب خاص، يعني قصيده هو بقول قصائد أمة خير الأنام كذا وبعد، يعني بالنتيجة بوصل لمرحلة قبل بخمس دقائق اللي ما شرب يشرب، اللي ما أكل ملاحظات جميلة جدا إيه يعني. فكان هالأسلوب يعني في له تسميع، نحن بنسميه تسميع الفجر تسميع. بس ولكن بسموه الجو الأول، يعني قصائد فالتة، يعني ما في شيء أنه موزون أو كموشح رسمي، قصائد فالتة ولكن فيها خشوع فيها ترقيق يعني فيها ابتهالات، صحيح. ونحن بنعتبرها سبحان الله يعني جزء من أجواء رمضان، صحيح. هي الأمور اللي افتقدناها هون في الوقت. إيه والله إيه والله سبحان الله. موضوع عنا كان تسميع الفجر، تسميع يوم الخميس مثلا العادي كمان، نعم. نسميه تسميع يعني قبل الأذان العشاء، تلاقي له روح خاصة بتعطي الصبغة الإسلامية سبحان الله. شو حد تسمعونا هيك شيء من موشحاتكم الجميلة أستاذنا؟ في وصلة موشحات من تراث حلب، الحان المرحوم عبد الرحمن مدلل الله يرحمه، رحمه الله، موشح على مقام بيات حير الألباب، الله. وموشح تاني جل من قد صورك، طالما حلب وبيات معناتها مدللين الليل إن شاء الله. إن شاء الله، يلا الله، الله يحفظكم، الله يفتح عليكم.
حير القلب بالبهاء والجمال، حير القلب بالبهاء والجمال، وسبى من عيون الحاسدين، أسأل الله يحرسك من عيون الحاسدين. يا حبيبي والنبي اقتصر هذا الكلام، يا حبيبي والنبي اقتصر
حقكم صلوا أو مروا طيف الخيال يزوروا بعدتم ولم يبعد حبكم وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور بالذي أسكر من عارف الأمان بالذي أسكر من عارف الأمان كل كأس تحتسي وحبب كل
الله. الله يفتح عليكم ويزيدكم يا سيدي، ما شاء الله عنكم يا شباب، يكرمكم الله، يعطيكم ألف عافية. سبحان الله، هذه المشحات وهذه الأناشيد وهذا لابد أنها تجدد النشاط وتجدد الرغبة للنفس بأن تقوم وتصلي وتستزيد من الطاعة والعبادة. والعجيب أنه بعض الناس يعني تستغرب أنه تنشدون في رمضان، بالعكس رمضان هو من المواسم التي يحلو فيها النشيد. سبحان الله، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب كان يستخدم الشعراء يعني لتقوية الروح المعنوية ورفع الروح المعنوية عند، لا زال يعني الشعر والإنشاد إذا كان طبعا مغنى بيكون بشكل أفضل طبعا، بتلاقي محفز، محفز للنشاط، لتجديد الهمة، للرجعة إلى الله، للتوبة. يعني الكلمات الجميلة اللي بتكون بصوت جميل أكيد إلى دور كبير في حياتنا. أكيد أكيد، لا بكل شيء يعني بدون شك، بالأحرى بكل تأكيد، وخصوصا في ليالي رمضان. يعني بعد ما النفس تكون، الإنسان سبحان الله بيكون صام وصلى التراويح وريح، كيف هذه الأناشيد الجميلة أكيد تشدد النشاط، وبيكون عنده القدرة والهمة ليقوم يصلي القيام ويتسحر ويعاود الصيام من جديد. أكيد. أستاذ عمار، أنا لي طلب عن جنابك، يعني من استغفر الله نسمع شيء من جنابك، صاحب الصوت الحلو اللطيف. إيه والله، إذا تكرمنا استغفر الله، في كل بركة، ما شاء الله عليكم. الله يكرمكم. أنا بتمنى هيك إنه نسمع شيء بهالصوت اللطيف. الله 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 الله، ما لنا مولى سوى الله. الله 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 الله،
بدي أنا الله الله ديدي بينو ياندم يجبر لين دايندم الله ديدي بينو ياندم يجبر لين دايندم أي ربي يا من يا
عنك الظلام النار يا ضياء يا يابو هادي جميع الأمم علمك في النار لما أتى الغاشم إيوان كسرى النار زرت أحمد فلا جسمي مسو ألم يا 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 با زرت أحمد فلا انفرط وجدي به دمع العيون النار يا يا با أمن وسلام سلام سلام عليك ودينك الإسلام سلام عليك يغفر لي ذنبي راجيا رب البيت يغفر لي ذنبي محبوبي بالوصال أنعم علي محبوبي بالوصال أنعم علي وجد بالنوال منه إلي وجد بالنوال منه الله 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 يزيدك بالنعيم يا استاذ جميل. بسم الله حولك ما شاء الله عنكم الله يكرمكم ويخليكم جددتم الاشواق للنبي صلى الله عليه وسلم واسعدتمونا وكانت ليله وسهره جميله وكلها مديح وكلها طرب وكلها موشحات وكلها الله يعطيكم الف عافيه سعدنا جدا بوجودكم معنا في هذه الليله من ليالي رمضان وهذه الحلقه الخاصه التي احببنا ان نقدمها لجمهورنا كي يستمعوا الى شيء مما كنا نعيشه في سوريا في دمشق وفي حلب وفي جميع المدن من هذه الأجواء الجميلة في رمضان ولنجدد النشاط ونشحذ الهمم بإذن الله حتى نتابع شهرنا الكريم إن شاء الله يا رب نسأله تعالى أن يكون قد قبل وسيقبل منا ما صلنا وما صلينا وما دعينا وما أنشدنا الله يفتح عليكم الله يعيد سوريا إنا آمين يا رب يعيدها لنا ويعيدنا لها سالمين غانمين منتصرين يا رب جزاكم الله خيرا يا شباب الله يفتح عليكم يعطيكم ألف عافية وجمهورنا الكريم نتمنى أن نكون قد قدمنا ما يسعدكم وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في أسبوع قادم وحلقة جديدة ومفاجآت جديدة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله.